Depende de Enyaq. Dado que Belly es Zeus, hay con Enyaq. المهم بالنسبة لي هدر لي على الصوت مريم. السلام، كي داير لاباس؟ ثانية الحمد لله، بارك الله فيك اختي. كما قلنا دابا غادي نعاود نرجعو هادي، غادي نحيها ياك باش نشرح لكم حوايج اخرين. بالنسبه للكثافه، كيسولني شي واحد على الكثافه ديال الخدمه. الكثافه كتحول من هنا، فإلا درت مثلا جوج في الكثافه، الضربه غادا تصغر، بالنسبه لهذه هي الطرد. وإلا كليكيت خدمت بخيط الران، فانا غادي نحول في 22 الكثافه، كتكون في 22. هذه غادي نمحيها، ندير ليها في بريمي، وغادي نشوف شي صوره نجيبها ندخلها هنايا. يعني مثلا ناخذ هذه الصوره. الصوره الا ما خدماتش دائما حاولوا كونفيرتيو بي ان بي. ديال الصوت مريم، السلام، كي داير لاباس؟ ثانيه الحمد لله، بارك الله فيك اختي. كما قلنا دابا غادي نعاود نرجعو هادي، غادي نحيها ياك باش نشرح. ها هي الصورة الاخرين. بالنسبة للكثافة، كيسولني شي واحد على الكثافة ديال الخدمة. الكثافة كتحول من هنا، فإلا درت مثلا جوج في الكثافة، الضربة غادا تصغر، بالنسبة لهذه هي الطرد. وإلا كليكيت خدمت بخيط الران، فأنا غادي نحول في 22 الكثافة، كتكون في 22. هذه غادي نمحيها، ندير ليها في بريمي، وغادي نشوف شي ثورة نجيبها ندخلها هنايا. يعني مثلا ناخذ هذه الثورة، بغات تدخل. المهم الثورة إلا ما خدماتش دائما حاولوا كونفيرتيو بي ان بي. الصوت مريم، السلام، كي داير لاباس؟ ثانيه الحمد لله، بارك الله فيك اختي. كما قلنا التصويره تعكسات وما تدخل. دابا غادي نعاود نرجعو هادي، غادي نحيها. المهم انا نجيب شي صغيره فيها هي الصور ونخدموا عليها. بالنسبه للكثافه، كيسولني شي واحد على الكثافه ديال الخدمه. الكثافه كتحول من هنا، فإلا درت مثلا جوج في الكثافه، الضربه غادا تصغر، بالنسبه لهذه هي الطرد. وإلا كليكيت خدمت بخيط الران، فأنا غادي نحول في 22 الكثافة، كتكون في 22. هذه غادي نمحيها، ندير ليها في بريمي، وغادي نشوف شي ثورة نجيبها ندخلها هنايا. يعني مثلا ناخذ هذه الثورة، مبغاتش تدخل. المهم الثورة إلا ما خدماتش دائما حاولوا كونفيرتيو بي ان بي. الصوت مريم، السلام، كي داير لاباس؟ ثانيه الحمد لله، بارك الله فيك اختي. الصوره والله ما بغات. المهم نتوكل على بركه الله. اول حاجه نغير هذا البوان ديبار، غادي نهزها كما قلنا صغيره تعكسات، وغادي نجيبها نحطها هنا مثلا. غادي نبدا من هنا نحطها هنا،
الحاجه الثانيه غادي نضغط العبار. العبار انا عندي 10 سنتيم غنخدم على 11 ولا 12 سنتيم في الارض. الارض 12 سنتيم، فغنكليكي هنا وغنجي نكليكي هنا. كما كتلاحظوا معايا هنا الفوق راه السنتيم غادي يتبدل، هاد العبار غادي يتبدل. قلنا 11 سنتيم، هنا غادي نجي هنا غادي نكتب 11 0 هي 110 كثافة. كما شفتوا معايا العبار راه تبدل. نعاود لكم مرة واحدة أخرى باش تفهموها مزيان. أنا غنبدل لكم بوان ديبار هنا وغادي نجيو هنا تشوفوا غتبان لكم 10 سنتيم هابطة 11 12. إلا بغيت نغيرها مرة واحدة أخرى غادي نعاود نرجع لها يونيت بالنسبة لهادي بوان ديبار نخليها كما هي. أنا هادي راه شرحتها في واحد الفيديو قبل ديال الطريقة ديال بوان ديبار. الصورة ولا موات قول عبار توكلوا على بركة. العبار إلا درت 30 بوان ديبار كنت درت 11 سنتيم أنا غندير 30. 30 هي 300 وغادي نجيبها نحطها هنا مثلا. غادي نبدا من هنا الثانية هاي هاي العبار أنا عندي بدلات العبار عندي 10. نعاود نرجع للعبار القديم غنخدم على 11 ولا 12 سنتيم بالأرض. الارض 12 سنتيم، فغنكليكي هنا وغنجي نكليكي هنا هكا. كما كتلاحظوا معايا فوق راه السنتيم غادي يتبدل، العبار غادي يتبدل. قلنا 110 11 سنتيم، هنا غادي نجي هنا غادي نكتب 11 0 هي 110. غلطت في العبار ما ضغطتش العبار مزيان، كما شفتوا معايا 4 سنتيم تبدل. نعاود لكم مرة واحدة أخرى باش تفهموها مزيان. أنا غنبدل لكم بوان ديبار هنا وغادي نجي هنا تشوفوا غتبان لكم هاي الكمية ولات فيها دابا 11 سنتيم. هاي 11 سنتيم 100 هي 10 سنتيم. إلا بغيت نغيرها مرة واحدة أخرى غادي نبداو خدامين. بالنسبة لهذا الموديل أنا ركيبة لي هاد التشكيل ساهل في واحد الفيديو قبل ديال الطريقة ديال بوان ديبار. ندخل هنا لداخل ان شاء الله بغيت ندير هذا بالكاوي يمكن لي نخدمو بالكاوي. العبار الى درت 30 ضرب وحده كنت درت البداية من هنا ومثالية هنا 30 هي 300 وغادي نجيبها نحطها هنا مثلا. غادي نبدا من هنا نظومي هاد البلاصة مزيان نخدم في نفس البلاصة اللي انا غادي نظومي فيها. انا عندي بدلات البلاصة عندي 10 نعاود نرجع للعبار غادي ندير لي ديبليكي نعاود نحطو مرة اخرى هنا كما كتلاحظوا معايا فوق راه السنتيم تبدل، العبار غادي يتبدل. قلنا شوفوا نشوف شنو عندي هنا 11 سنتيم، غادي نجي هنا غادي نكتب. انا راه مشيت لي كومونتير دابا عاد بداو كيبانوا لي شنو 110. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما ضغطتش العبار مزيان كما شفتوا معايا 4 صوت صايب صوت. نعاود لكم مره واحده اخرى باش تفهموها مزيان. انا غنبدل لكم بوان ديبار هنا وغادي نجي هنا تشوفوا غتبان لكم هاي الكمية ولات فيها دابا 11 سنتيم. هاي 11 سنتيم 100 هي 10 سنتيم. الى بغيت نغيرها مرة واحدة اخرى غادي نبداو خدامين. بالنسبة لهذا الموديل انا ركيبة لي هاد التشكيل ساهل في واحد الفيديو قبل. نجي هنا غادي ندير مرة اخرى ندخل هنا لداخل ان شاء الله بغيت ندير هذا بالكاوي يمكن لي نخدمو بالكاوي. العبار الى درت 30 ضرب وحده كنت درت البداية من هنا ومثالية هنا 30 هي 300 وغادي نجيبها بحال هادي جاتني صغيرة شوية راه يمكن لي نخدم في نفس البلاصة اللي انا غادي نظومي فيها. انا عندي بدلات عندي 10 نعاود نرجع ولا نعاودها كاملة كاع الى ما عجبتنيش نعاود نحيدها ونعاودها. انا البدية والمثالية ما نخليهمش في الوسط نحيدهم. علاش نحيدهم؟ حيت غتجي الماكينة تخدم هنايا باش تجي تبدا ما غاديش تجي تخدم مزيانة.
وخاصة الخياطة تبقى غادا ديما في الجيم باش ندرجها بخياطة واحدة أخرى باش ما يجيونيش الخيوط باينين. نهز هادي نحطها هنا ونجي نهز هادي نحطها تاني هنا ونبني الخدمة من جديد. هادي بقات خارجة هنا بالنسبة لهاد الخدمة ديال اللي نقدروا نكويوها ببعض حتى هادي تقدروا ديروها حتى بالكاوية. فنحاول هادو ندخلهم ديما هنا باش يجيو ثابتين مزيان باش تجي طرزة فوق طرزة. البداية ونبدا مسالية نحطهم حتى هما. سمحوا لي انا ما كنشوفش في التعليقات على حساب باش نبقى غادي مزيان. نبداو خدامين بالنسبة لهذا الموديل. انا ركب لي هذا التشكيل فاهم ندير هادي ديبليكي ندير هادي ديبليكي مرة أخرى غادي نشد من هنا وغادي ندور في الماء الشكل بغيت ندير هذا بالكاوي ولا غادي نخدم بالكاوي العبارة إذا درت 30 ضرب البداية من هنا ومثالية هنا 30 هي 300 نحاول الثانية فاش ندير لها ديبليكي ما نغيرش لها الاتجاه نحطها في نفس الاتجاه شوية نخدم في نفس البلاصة اللي أنا غادي نضومي فيها يمكن ليا كاع نحيد الصورة ونبقى عاقل على العبار ولا نعاودها كامل لأن العبار كيبان ليا وغادي ندير ليها ديبليكي مرة واحدة أخرى لا كاع إلا ما عجبتنيش نعاود نحيدها ونعاودها أنا غلطت غادي نرجع البدية والمثالية ما نخليهمش في الوسط نحيدهم علاش نحيدهم حيت غتجي الماكينه تخدم هنايا باش تجي تبدا ما غاديش تجي تخدم بيانا وخاصه الخياطه تبقى غادي اللي عنده شي سؤال على اليوم يمكن لي يسول يعني يمكن لي يقول لي اشنو عنده نفك لي المشكل اللي نحطها هنا ونجي نهز هذه نحطها ثاني هنا ونبني الخدمه من جديد. هذه بقات خارجه هنا بالنسبه لهاد الخدمه الا بغيت نزيد بلوك اللي نقدروا نكويوها نشدو يعني تقدروا ديروا حتى بالكاوية ونجي نكليك هنا نحاول هادو ندخلهم ديما ونجي نكليك على مزيان على البلوك الاخر هو زادني بلوك فمن زادني هاد البلوك ما ندير حتى شي حاجه اخرى حتى ناكد على اللوجيسيال لانه راه خاص يزني ليا داك الفيديو ما درت هاد العمليه ما غاديش يخرج ليا البلوك بالكل. الهدف من هاد الفيديو ماشي هو نخدم انا هاد الموديل هو يعني الناس اللي كيبقاو يسولوني بزاف على بزاف الحوايج يستافدو بحال هنا غادي نبقى مكليكي بحال ما هاد الشكل ونجي هنا ونكليكي عاوتاني على البلوك وغادي نشد بحال ما هاد الشكل ندور بحال ما هاد الشكل ندير هذا بالكاوي ونبني دابا ملي غنبني عاد باش غادي الخدمة غادي تخدم مزيان واخا نحاول الثانية فاش ندير لها ديبليكي ما نغيرش ندير لها ديبليكي في نفس الاتجاه نحطها هنا في نفس البلاصة اللي انا غادي نضومي فيها يمكن ليا كاع نحيد الصورة هادي نحيها الثانية راه محيتها ونبقى عاقل على العبار ندير لها ديبليكي هنا لان العبار كيبان ليا وغادي ندير لها ديبليكي والثانية محيتها مرة أخرى إلا ما عجبتنيش نعاود نحيدها ونعاود على غلطت غادي نرجع البدية والمثالية ما نخليهمش في الوسط نحيدهم علاش نحيدهم حيت غتجي الماكينة تخدم هنايا باش تجي تبدا ما غاديش تجي تخدم بيانا وخاصة الخياطة تبقى غادي اللي عنده شي سؤال على اليوس يمكن لي يسول يعني يمكن لي يقول لي اشنو عنده نفك لي المشكل هادي نحطها هنا ونجي نهز هادي نحطها تاني هنا ونبني الخدمة من جديد. فاليوس مشكل لي اللي يسول اللي صعيب كاع في هاد اللوجيسيال ديال اليوس بالنسبة لهاد الخدمة إلا بغيت نزيد بلوك غادي نجي نخرج الصورة بلوك نطلق نخدم نديرو حتى بالكاوية ونجي نكليك هنا نحاول هادو ندخلهم ونجي نكليك على مزيان
البلوك الاخر عاود لي هادني بلوك هادي من سبق ليا بلوك من وريتكم كيفاش تقسم حتى كنا ديال القسيم الخدمه ديال القسيم يمكن ليا نخدمها بحال هكا النص ونجي نخدم النص الثاني يخرج ديال لكن دابا ما غنخدمهاش بحال ما دابا غادي ندير هكا الفيديو ماشي هو نخدم انا هذا الموديل هو يعني الناس اللي كيبقاو وغادي نقسمها بلوجيسيال هو اللي نخليه يقسم ليا بحال هنا غادي يقسم ليا هذه الورقه نبقى مكليك بحال ما هذا الشكل بحال ما هذا الشكل ونجي هنا ونكليك عاوتاني على البلوك الخدمه الاولى كتجي احسن غير هي كتجي شويه زايده في لي بوين ديال النص كل النص يتخدم بوحدو ونبني دابا غادي نبني بارامتر الخدمه غادي تخدم مزيان واخا تخلي هاد هادي اي وحده في هاد لي موتيف ولكن نكليكي غير هنا وندير اوكي ما نعاودش نكليكي في البارامتر نكليكي غير هنا اوكي هاي تقسمات كليا كاع نحيد الصوره حيد لكم الصوره باش تبان لكم واضحه مزيان ونبقى عاقل على لابار ندير لي لابار كيبان ليا وهادي ندير لي هادي بليكي ولد حتى نيا نحيدها مره اخرى هنا عندي خمسة ما نخليش خمسة ندير ربعة ما نخليهمش في الوسط حيدهم علاش نحيدهم حيت غتجي الماكينة تخدم هنايا باش تجي تبدا تخدم ما غاديش تجي تخدم مزيانة ندير ربعة اللي عنده شي سؤال جوج ضربات يتزاحموا شوية نعاود نخرج الصورة نشوف شنو عندي من بعد عندو نفك لي المشكل اللي نحطها هنا غادي نجي ونجي نزيد نحطها ثاني هنا ونبني الخدمة من جديد فاليوم في المشكل اللي نيسي هو اللي صعيب كاع في هاد اللوجيسيال دائما تكون الا بقى شاد ليا البلوك نكليكي في الكروة باش يحيد بالنسبة لهاد الخدمة الا بغيت نزيد بلوك غادي نجي نخرج الصورة بلوك نطلع نخدم نديرو حتى بالكاوية ونجي نكليكي هنا نحاول هادو ندخلهم ديما ونجي نكليكي على مزيان بالنسبة لي الله كيتعلم هاد البلوك يمكن لي يكمل يعاود يرجع يفيني وريتكم يعاود مني صايب البلوك ديال الخدمة يعاود يرجع ويقيل الخدمة يفيني يعني ريباري الخدمة ديالو باش ما يجيش فيها الديفوات وما تجيش فيها الأوجية هنا نعاود نرجع انا هاد النص ماشي غير مزيان نعاود نخرج الصورة مرة أخرى لكن دابا ما غنخدمهاش بحال من هذا دابا شنو غنصوب غنصوب هادي غادي ندير لي هكا واخا غنصوب هادي هي الأولى يعني ولكن هاد المرة ما غنديرش بحال الأولى غادي نقسمها بلوجيسيال المرة غادي ندير شكل واحد الفرقة طيب كل نص بوحدو نقسم ليا هاد الورقة بلا ما ندخل للبارامتر بحال هاد الشكل ونجي هنا ونكليكي عاوتاني على البلوك الخدمه الاولى كتجي احسن غير هي كتجي شويه زايده في لي بوين ديال النص كل النص يتخدم بوحدو دير غادي انا نسالي هنا دابا غنخدم عكس دابا غادي نبني بارامتر الخدمه غادي تخدم مزيان واخا تخلي هاد هادي اي وحده في هاد لي موتيف عاود ندير ولكن انا نسالي هنا غير هنا الصوره وندير اوكي ما نعاودش من الاحسن حيت الصوره ديما كتكون غير هنا العوجه ما كتكونش مقاده قسمات نخدم البلوكات نقادهم بلا صوره لكم الصوره باش تبان لكم الصوره مقاد البلوكات هاي كملات نشوف شنو غنخدم من بعد دابا عندي هادي ما مقسوماش مخدوماش كل وحده بوحدها مخدومه كامله قاسمينها باللوجيسيال حتى انا غادي ندير نفس الخدمه ولكن غادي نخدم هادو هما الاولين هاد الشيبيين
ندير لها ديبليكي ونكليكي عليها من اش بالفي. عندي خمسة ما نخليش خمسة ديم، ندير ربعة نقاد بحال ما تشكل. ندير فيني نجي ناخذ ربعة اللي عنده شي سؤال. سمح لي قبل ما هذا كيخصني ندير كو نسخ وندير لي مسج بنفس اللون خضر، خصني نغير اللون نعاود نخرج الصورة نشوف شنو عندي. من بعد لا خلي نجي نكمل حتى الاخر عاد باش نغير اللون. اليوم المشكل اللي يعني فيه هو اللي صعيب، الا بقى شاد ليا البلوك نكليكي في الكروه باش يحيد. دائما الماكينه ما تفوتش سنتيم في التعريض، ديما قل من سنتيم 8 ملم 7 ملم 6 ملم وما تكونش قل من، ما تكونش قل من 2 ملم. حيت الا كانت قل من 2 ملم غتقطع ولا غادا تفرض الخيمه. يعاود يرجع فيني وريتكم يعاود ندير مني صغير انايا بدي وانا مثاليه. وانا نحيد دابا الصوره فيني يعني ريباري ياك شو كي جات ما جاتش بعد ما انا مفروض باش غادي نخرج ديك القسمه نعاود دائما كنحتاج نعاود نخرج الصوره مره اخرى. لكن دابا ما غنخدمش بحال من هذا. انا راه واحد المده دابا تقريبا ما بقيتش كنخدم في اليوف بزاف، غنصاوب هذه هي الاولى ونخدم الاكثريه بالويلكم حتى ليتوش ديال. ولكن هذه المره ما غنديرش بحال الاولى، غادي نقسمها حتى المره غادي ندير شكل واحد يكون قاعد شويه نقسم ليا هذا الورق بلا ما ندخل للبارامتر بحال هذا الشكل. ونجي هنا ونكليكي عاوتاني على دابا سمعت عطاتني نفس الشكل اللي فين في هذا. دائما هنا كتعطيني خمسه، علاش ديما انا كتعطيني خمسه؟ انا بغيت تبقى ديما تعطيني اربعه. الا بغيتي هذه ما تقعد نفس الدار هنا مثلا انا عندي خمسة بغيت هذه ما تقعد تعطيني أربعة، غادي نخوي اللوجيسيال ياك بحال ما كان ما تكونش تكون هذا الكتاب ما تكونش الكرو هنا. وغادي ندير اف 9 يعني ندخل بارامتر خاوي نديرو ما فيه والو. خدي لك البارامتر يعني واخا ندير شي تغيير ما يخرج لي حتى تغيير في البيت. وديما كتكون وغادي نجي عاوجه ما كتكونش مقاده نختمنا البلوكات نقادهم بلا صوره نخليها هي النيت ثلاثه. نجي البارامتر فيها اربعه.